السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي علوم للصف السادس الابتدائي. راح ناخذ منهج العلوم من بداية الكتاب الفصل الأول الدرس الأول. عندنا صفحة 20 أجزاء البذرة راح ناخذه. الفكرة الرئيسة: تتكاثر الكثير من النباتات بصورة طبيعية دون تدخل الإنسان، والتكاثر بالبذور أحد الطرائق الطبيعية في تكاثر النباتات. المفردات: غلاف البذرة، الفلق، الجنين، الجذير، الرويشة، السويداء، الإنبات، الانتشار الآلي. راح ناخذ هذني المفردات. عندنا أجزاء البذرة. عرف الزهرة: هي عضو التكاثر في النباتات، بس هذا تعريفها. تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث، وعن طريقهما تحدث عملية الإخصاب التي تؤدي إلى تكوين الثمار وبداخلها البذور. إذن نعرف: الزهرة هي عضو التكاثر في النباتات، تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث، عن طريق تحدث عملية الإخصاب تؤدي إلى تكوين الثمار وبداخلها البذور. عرف عملية الإخصاب: وهي العملية التي تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث والتي تؤدي إلى تكوين الثمار بداخلها البذور. يعني هنا تعريفين: عرف الزهرة وعرف عملية الإخصاب. أقول له عملية الإخصاب وهي العملية التي تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث وتؤدي إلى تكوين الثمار وبداخلها البذور. عرف البذرة: هي بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة، وقد تحتوي الثمرة على بذرة واحدة مثل التمر والخوخ والمشمش، وقد تحتوي على عدد كثير من البذور مثل البطيخ والطماطم. إذن هذه عرف الزهرة والإخصاب والبذرة. زين، هنا سؤال يقول لك: ما هي العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار؟ هسه قلناها عملية الإخصاب من عرفه، وهي العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار وتحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث. ما هي أجزاء البذرة؟ هذا سؤال وزاري مهم. يقول لك عددها مع شرح، يعني شرحها أو يعطيك تعاريف، فركزوا على هذه صفحة 20. أجزاء البذرة: أولا غلاف البذرة، الفلق، الجنين والسويداء، وهذه من ضمنها الجذير والرويشة، يعني كلها تعددوها. غلاف البذرة هي الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذرة ويوفر له الحماية. الفلق هو الجزء الأكبر من البذرة، وقد تكون البذور ذات فلقة واحدة مثل الذرة أو ذات فلقتين مثل الفاصوليا. الجنين: يحتوي الجنين على الأعضاء الأساسية نفسها التي يتكون منها النبات البالغ، ولكن بحجم مصغر جدا. يتكون من الجذير الذي ينمو فيما بعد ليكون الجذر، والرويشة الذي تنمو فيما بعد لتكون الساق. هنا نعرف، تقول لك الجذير نقول له وهو الذي ينمو فيما بعد ليكون الجذر، والرويشة هو الذي ينمو فيما بعد لتكون الساق. عرف السويداء، وكلش مهمة وزارية السويداء: هي الغذاء المخزون داخل البذرة الذي يتغذى عليه الجنين. يعني هذه الصفحة كلش مهمة. نحل التفكير الناقد هذا، أفكر وأجيب. التلخيص: ما أجزاء الجنين في البذرة؟ إحنا قلنا شنو أجزاء الجنين؟ هذا أجزاء الجنين، الجذير والرويشة. فنقول شنو أجزاء الجنين؟ الجذير أقول لها وهو جزء ينمو ليكون الجذر اللي هو الجذير، والرويشة وهو جزء الذي ينمو فيما بعد ليكون الساق. هذه أجزاء الجنين في البذرة مهمة. التفكير الناقد: لو اعتمد الإنسان في غذائه على البذور فقط، ما تأثير ذلك على عدد النباتات؟ راح يقل عدد النباتات، سيقل عدد النباتات. هذه صفحة 20. ننتقل إلى صفحة 21. يلا عيني، زين. كيف تكون البذرة نباتا جديدا؟
هنا عندنا يحتوي هذا الجنين على أجزاء النبات البالغ الذي ستنمو وتكون نبات جديد، وتسمى المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها الإنبات. عرف الإنبات، وهي المراحل التي يمر بها البذرة أثناء نموها. الإنبات هي المراحل التي يمر بها البذرة أثناء نموها. زين، تحتوي البذرة على مخزون غذائي يوفر الطاقة اللازمة للنمو، فتنمو البذور إذا ما توفرت لها العوامل الأساسية للنمو، هي التربة الملائمة والماء الكافي والعناصر الغذائية. إذن هنا شنو ما هي هاي السؤال؟ ما هي العوامل الأساسية اللازمة لنمو البذرة؟ قلنا شنو هي؟ التربة الملائمة والماء الكافي والعناصر الغذائية. تنتفخ البذرة عند حصولها على الماء، ويبدأ الجنين بالنمو وتكبر أجزاء الجذير والرويشة شيئا فشيئا، حيث تمتد داخل البذرة وفوقه. في أثناء عملية النمو هذه تتغذى البذور على المادة الغذائية التي تخزن داخلها العناصر المغذية الموجودة بصورة طبيعية في التربة. تختلف البذور في سرعة نموها، فمنها ما ينمو خلال مدة قصيرة من الزمن مثل الفاصوليا، ومنها ما يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن قد تمتد لأشهر مثل القمح والذرة. هنا عندنا أفكر وأجيب، ما مراحل عملية الإنبات؟ عندنا مراحل عملية الإنبات هي نقول هذه. تنتفخ البذرة عند حصولها على الماء، ويبدأ الجنين بالنمو وتكبر أجزاء الجذير والرويشة شيئا فشيئا. زين، التفكير الناقد، هل تختلف البذور الجافة عن غيرها في سرعة امتصاص الماء؟ فسر إجابتك. يعني شو نقول؟ نقول نعم تختلف بسبب صلابة الغلاف الذي يحيط به البذرة، بسبب صلابة الغلاف الذي يحيط به البذرة. زين، ننتقل إلى صفحة 22. يلا عيني، ما طرائق انتشار البذور؟ عندنا طرائقها الهواء والماء والحيوانات. الهواء، ينتشر قسم من البذور بواسطة الهواء، وتتكيف هذه البذور حتى يتمكن الهواء من حملها فتكون خفيفة الوزن، حيث أن قسما منها يحتوي على تراكيب تشبه الأجنحة. الماء، تستعين بعض النباتات بالماء لنشر بذورها مثل الأشجار التي يعيش على ضفاف الأنهار والبحيرات، فحين تجف ثمار هذه الأشجار تسقط في الماء ويحملها مجرى الماء إلى أماكن أخرى، وأثناء انتقالها في الماء تتفتت هذه الثمار وتطفو بذورها على سطح الماء، يساعدها في ذلك وزنها الخفيف وشكلها الذي يكون عريضا لتنغرس هذه البذور على ضفاف النهر أو البحيرة وتنمو لتكون نبات جديدة. إذن نقول صفات الماء، وزنها الخفيف وشكلها الذي يكون عريضا. هنا عندنا التكيفات التي ما التكيفات الذي يحدث في البذور لكي يتمكن الهواء من نقلها؟ نقول تشبه الأجنحة خفيفة الوزن، تشبه الأجنحة خفيفة الوزن. عندنا قلنا الهواء والماء هسه الحيوانات طرائق انتشار البذور، تنقل الحيوانات في أثناء حركتها البذور إلى أماكن أخرى، وتكون هذه البذور ذات تراكيب شوكية يساعدها على الالتصاق بجسم الحيوان، كما يتدخل الإنسان بانتشار البذور ويسمى بالانتشار الآلي. تعريف الانتشار الآلي مهم ووزاري، وهو الانتشار الذي يقوم الإنسان بنقل البذور من مكان إلى آخر لغرض زراعتها وتكثيرها، كما يتدخل الإنسان بانتشار البذور. تعريف الانتشار الآلي. نجي على فكر وأجيب، ما الطرائق الطبيعية لانتشار البذور؟ الطرائق الطبيعية لانتشار البذور عندنا هاي قلناها، الهواء والماء والحيوانات.
الطرائق الطبيعية لانتشار البذور هم نفس الشيء، قلنا الهواء طبعا هذا التكيفات، هذه التكيفات التي تحدث في البذور لكي يتمكن الهواء من نقلها، قلنا تشبه الأجنحة خفيفة الوزن، هذه تشبه الأجنحة خفيفة الوزن. الطرائق الطبيعية لانتشار البذور الهواء والماء والحيوانات، الهواء والماء والحيوانات. هنا عندنا التفكير النقد، ما الأسباب التي تجعل المزارعين يفضلون تربية النحل بالقرب من بساتهم؟ نقول لكي يقوم بتنقيل حبوب اللقاح من مكان إلى آخر، لكي يقوم بتنقل حبوب اللقاح من مكان إلى آخر. زين، يلا عيني خلينا نحل مراجعة الدرس. أولا فكرة رئيسة، ماذا تسمى طريقة تكاثر النبات بواسطة البذور؟ بالتكاثر الطبيعي. المفردات، ماذا يسمى جزء الجنين الذي ينمو ليكون الساق؟ بالرويشة. ثلاثة، ما الجزء الذي يحيط بالبذرة ويوفر له الحماية؟ بغلاف الخارجي. أربعة، ما مراحل نمو الجنين في البذرة؟ قلنا مراحل نمو الجنين في البذرة نفس جواب تنتقل نفس طرائق هذا، شو نقول تنتفخ ياته هذا تنتفخ البذرة عند حصولها على الماء ويبدأ الجنين بالنمو وتكبر أجزاء الجذير والرويشة. هذا جواب السؤال الرابع من جواب السؤال الرابع من مراجعة الدرس. المفاهيم الأساسية، اختر الإجابة الصحيحة. خامسا، من البذور ذات الفلقة الواحدة الفاصولية، البازلاء، الحمص، الذرة. إنه الذرة، أشر على الذرة. سادسا، الطريقة التي يتدخل بها الإنسان في انتشار البذور تسمى الانتشار الطبيعي، الانتشار الاصطناعي، الانتشار الآلي، والانتشار اليدوي. هو الانتشار الآلي لما عرفنا وقلنا لكم مهم. هل تكون البذور الجافة ميتة وغير قادرة على النمو ولماذا؟ نقول كلا، لأن الجنين بداخلها لا يموت ويعني ويبدأ بالنمو، فتحتاج إلى وقت أطول لامتصاص الماء. هاي يعني مراجعة الدرس حليناه وأخذنا تلخيص الدرس الأول التكاثر بالبذور. إن شاء الله التوفيق.